جيبها اخويا خوك يخوي دروسك ان شاء الله ما تحشمش والله لا تحشمش. عايز بس نعيد على اخويا عايز نعيد على اخويا اقعد غادي تعيد علي نعيد عليك تاني عنبي يا شب انا قاعد ما تبصش العزمي لعنة الله عليك عليك وحدك ما تحشمش حبيت نعيد على اخويا ما تعيدش علي يا عجبك خايف من الكورونا تالي العمار بيد ربي نعرف العمار بيد ربي نعرف الناس منعت من كورونا الناس اكلاتها بالكورونا يا وذيك الحياة سنة الحياة ماشي فيها كان الزوالي الكورونا الكورونا ما ريناش احنا من كورونا رينا كورونا انت ريتش كورونا وما نكذبش عليك الحق بتاع ربي لا ريتها كي دخلت ولا ريتها كي خرجت الحمد لله الواحد يقول الحمد لله والله الحمد لله انت تحب تشوفها ربي ان شاء الله في راسك والله العظيم كان خطفت فينا كورونا ولا كونونيا والله ورسك النقار انت واحد من الناس راك تفرفت في الكياس ان شاء الله في راسك تفرفت ان شاء الله في راسك على ضرب اكسجين احنا ناقصين عاد ما يعود الاكسجين بالمعارف وتولي نفس اكسجين تدفع عليه الرشوه وبرا عاد سلكها شوف عاد كل حداثه جايبها لي يا اخي وصلنا له هنا الاكسجين دي موعد نتاع عمليه باش تقدمه الريق واللي صابوه الا ما تدفع عليه الحمد لله الواحد يقول الحمد لله الواحد والله نقعد ونتذكر كلام شو اسمه ذاك عمار شكون عمار زاد انا عمار رشيد عمار شبيه ايش قال؟ قالك تونس حامينها الولي الصالحين الحق والله يجفه والله العظيم حامينها الصالحين والحمد لله الواحد صالح ويعمل في الخير ويعمل في ربي باين عليك على خير رسول الله تو انت في الخير عايش نبوسك يا ما تبوسني اخي مش كنت تصلي ما نبوسكش ما تبوسنيش ايه خار كنا نصلوا كل الناس كلها رمضان كامل ايه رمضان كامل تصلي اش بي دعوتك اش بيك جي العيد سيد طيش كل شيء يجي الناس كلها اخي انا مطلع مواطن الغالب مصلوا بطلوا ايه وقتاش مش تخذل روحك وقتاش بتتلبت روحك ربي معناتها اخويا الشله اخويا الشله كنت تصلي والله صليت رمضان كامل في بالي بيك تصلي رمضان كامل تصلي سبحان الله حطت لي هدايه لقار هدايه وقت تسكرت الجواب على اهداني ربي هداك ربي بالمقلوب ولا الغالب انا توريك ان انت محميش من حاميش جهنم والله قلبي باهر اخا قام الشله ما خلونيش رجعوني شنو ايه انت ما فيكش مخ ما عندكش مخ شله انا نيه 5 سنين من اللي بطلت في فمي ما حطيتهاش مشاكل الحياه انا خار مشاكل الحياه مشاكل يا عجمي نعرفوا بعضنا انت عندك مشاكل مشاكل اي جنبوسك صح ما تسبنيش ما تبوسنيش ابعد علينا ابعد عليك وانت ريحتك كلها كول يا اخي مستلفها كلاويك الكول انا غالي انا كلها الزوالي ماشي في العفس الناس تصبرت الكول ولا الهول قوارس انا ما نشربش قوارس نشرب العاق الكول قوارس الحمد لله والله تخفني حالك يا عجب وقتاش بتشوف على الدولة كانت تقضي علينا الناس كلها نموت بقوارس وشي يموت بكول وشي اما انا ما نموت لكمش يا لقار ما نزلت شاد روحي فهمت اخوك ما يموتش تو يا عجمي راك سايب والله الناس كلها قاعد يعلقوا فيك وسمعتك ولا مسخه سايب عليك مش سمعتي سايب ولا لو عليك عذب ولا انا سمعتي انا عس راسي انا خا يا عجمي شيت قفا شيت في سوريا في العراق في الارض حرب الخليج انا موجود بقى انا حاربت انا في الصواريخ العباس كانت ناحية الخليج والله كان جاي حاضر العباس والحسين ما ينطقوا يا كان جيت ناحية عليك العباس والحسين راك عايش مرتاح طويل سايب عليك هكا شاد راديون وتدور بهم من بلاصة لبلاصة وحالتك تضحك والله نقعد مستغرب فيك ايش فيه ولا اسمعوش الفن يا عيش يا اسمع اسمع اخرتها شلي والله اخرتها ما يقولكم طيش تحت صفصافة ميت وهاي هاي مرشومة هنا انا يقولي تحت صفصافة يا الله خلينا نموت في الطبيعة هنا في الطبيعة تحت صفصافة تحت الشجره بتاع مبق عم انت على قار اخوي والله ما تموت كم في الشوك انت زادت سكوكش الكرونا تموت حتى فينا ما تلقاهاش في راسك ان شاء الله بعيد الشر على اخوي بعيد الشر بعيد الشر نحكي لك بعد حياة ما تعرفش عليها يا عيش يا عيش بسمعني ناس يا بس عليها وكلت من الدنيا وكذا ماتت يا سيدي يا عيش يسمعني يسمعني خلطها عادي الحياة برا عاد العجم وسكران شوف الضمعة برا برا يا عجم برا سايب يختار زايد ولا زايد الحديث معاك زايد ولا زايد استنى عاد استنى القار وين ماشي مظروف وين ماشي عادي خليني ماشي البيت نسابق ويشم علي الريحة تقعد يخر نختار
سابك اي شم عليك الريحه اي كل نسيبك ما يشربش انت طو درت على نسيبي رديت يشرب نسيبي حاج بتربي يشرب يا ودي التقنيه حاج بتربي تجهز ما سمعتش اي حاج تو عندك مكسب عامين نسيبك يطفطف فيها على بعضها لا 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 مش صحيح ما مخلي علالش مخلي مكس السوق ما مخلي لا لا نسيب نظيف حتى كان يشرب مره في الجمعه اللي نعرف شنو مره في الجمعه اي خويا انت ريحه الشراب تقشع اي انت تو خايف من الريحه اي خايف من الملا نحيلك ورقتين صفصاف تحك بهم ضربه ضربه وراس خويا ضربه ضربه هادي ريحتك انت اللي نحاها صفصاف ولا نحاها مبق اكلاهم نحيك الريحه انت خايف من الريحه ما تهابش من الريحه الريحه ما تخرش اوراق الصفصاف خويا خلينا نمشي لبيت السابي يا ودي تو تمشي هذا استناني تو تمشي اوه شد عجمي ما يسوي اصبيطه 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 يا ربي مش بيك تو عجمي حاب نسمع خويا تو ما تسمعني حتى شيء خليني نحب نفضفض يا نقار يا نقار شو ما تفهمنيش علاش حياتي هكا يا ربي علاش حياتي هكا شبيك يا عجم عايش انا عايش امور هاك لا بس عليك الدنيا ماشيه معاك والحمد لله الدنيا نقار انا عايش مع قصه حب من طرف واحد برا شاب ده يشعر لي طو تفهم فيا لحيت لها انت الدنيا لحيت لها واضحه الحكايه والله هي لحت لي اي لا هذا هو الحديث عايش مع قصه حب من طرف واحد ما بدلتنيش انت الموضوع غير ما تفهمهاش خاطر ما عندك الثقافه يا تاع زي الثقافه اللي وصلتك لهالحاله والله زيد في بالي انا حبيت نفضفض لك انا قار ونحكيك اموري وكذا واحد انت حديثك مع ما يفهمكش ينقص من العمار على خير على خير ايه ايه وين ماشي وين ماشي وين ماشي سؤال هذا فلسفي بره بره ولا واحد في الشعب التونسي يعرف يروحها وين ماشي جاوبك انا وين ماشي هذا سؤال فلسفي معناتها يحيلنا على ماهية الشعب التونسي شنو فهمت وين ماشي انت وين ماشي انت وين ماشي ني ماشي لدار نسابي على الاقل نعرف وين ماشي ني اه نسيت انت حقا ماشي لدار نسابك اي هزيت لهم القفة قفة ما هزيتش القفة عجمي خلينا بالقدر عجب اه عجمي خليني نحترمك ما انا ماشي ما تقوليش عاملني فيها بالع وكذا راهو تطلع لي اي انا سالتك قلت لك ما تهزش القفة ما لازم لا تعرف انت قفة ني هزيت قفة ما جاب صار عليك ما هزيتش القفة انا خار مرة كهو وقت اللي دخلت ولد عساس في المعتمدي ايه ثم هزيته ايه ايش بيه انت ما استرعتي القفة ما استرعتي ايه انا قار القفة الداخلة في التقاليد بتاع العادات التونسية الاصيلة القفة حقرها قفة يا ما خدمت عباد يا ما كسرت عباد ويا ما طلعت عباد ثم ناس ما تهزش القفة تمرة يا نقار يا اخوي لا انت شهمني فيها تو انت شديت لي عجب انت تشب عيني يا يعني عجب توني سخف عليك وقعدت نحكي معك متعادين نهار كامل انا يعني حاجتي بيك حاجتك بي حاجتي بيك في موضوع نحب نحكو اي شنو ان شاء الله خير ونفضفضو ومن بعد نمشي الدار نسافر عندي موضوع نحب حياتي نايم معاش مانيش عارف كيفاش نحكيك انا خار يا عجبي يا عجبي راه والله تنضيع روحك اسمع كلامي حتى مره علاش انت ما تعملش يا عجبي يهدي مش اخلاق علاش ما تبداش حياتك انت من جديد نبدا انا مش نبدا حياتي انا كملت تو في الفينيش انا تو مش العاد نبداها مره اخرى اي علاش ما تبداهاش نشوفوا لك واحده هكا وملحومه هكا هاني منو بيا الهجاله وتعاود معاها حياتك وترتاح علاش ما تعمل شبه اش نعمل معاها منو بيا تعاود معاها حياتك نعاود حياتي اي انا الصلاه ما وقتاش تكمل ما تزيد نعاودها معكم ونعاودها انا ومع منوبي الرجال عجب بالله شبه منوبي منوبي الرجال عندك ما عند منوبي انت ما ها قال النقص ديما في العبيد المراه بكميونها بنعجياتها بزيتوناتها بشهريتها بتخط على راسك ملاه. والله محروم والله كميونها اي بكميونها يا حاج شكون عندك كميون في الدوار دونها بالله انا مطيش الكميون اي صابني نخدم عليه كميون لقت بيه الردم كلش باش نلقط بيه الردم ونردمكم معاه الله يعطيك ولا الردم ما تكذب على حتى انت حياتك مردومه اضحك يا فضلك عليك هذا فضلك اما والله العظيم انت نهايتك لما تكون مشومه هاد بيناتنا واسع بالك فضلك على خويا فضلك على خويا خلينا نمشي ني اختي ملك ايش جاي يا خويا خلينا نمشي يا ودي هزي وين ماشي صلي على النبي ما عندك وين ماشي يا ودي ماشي البيت نسابي عندي ما يا ودي نسابك وشهر بي ما تبداش عاد طب خليني شيخ تو انا مش نحط لك بوقنه امورنا انا مش تمشي معي ولا ربي يتوب علينا وعليك ان شاء الله في راسك
هكا تمشيش مع خوك. عندي خمسة شهور، خمسة سنين من اللي بطلت. يا ولدي يزي صالي يعني بي. غالط، مانيش بتاع الشيء هذا. قلت لك نقار خوك باش تمشي مع خوك. كل شيء علي أنا. شاري 4 كيلو لوز أخضر. هاكا كعبة. أخضر أخضر. من زي كي طاح. اللوز طاحوا. وأخذ لها زادة دلاعة. كعبة بطيخ. يا ربي معاي، يا ربي يا ربي منين هبطت. صدقني نعملوا، أسمع. نعمل كعبة كعبة نركحوا الجو يا ربي. ومن بعد برا الدار نسابك ولا يا ودي اختاري هذا شو الحكاية هذه والريحة تقعد شبيك يا ودي الريحة. اي شو قلت لك انا؟ ما انا الصفصاف ورق الصفصاف ضربة ضربة. هذا اختاري يا عجب اختاري ايش تو عندي خمسة ايام خمسة شهور خمسة سنين تو اللي بطل. يا نكار اسمعني انا خار. انا راني لمصلحتك انا نحب نشبد لك موضوع لمصلحتك. تجاهل وين مصلحتي وانت شوف فيها يا عجبي مصلحتي. انت تحب تمشي، انا حبيت شنو مصلحتي يا عم؟ انصح خويا زاد انت تو تنصح فيا، انا نحب ننصحك انا خا. بليز تنهي في منكر. تو انت عجبك مش انصحني. سامحني سامحني. تو نتكلم ولا نص؟ اتكلم. تو نسيبك. شبيه نسيب؟ نسيبك علاش يخليك هكا ضارب السواني وضارب الديار وعندك قداش، علاش يخليك هكا الدور في الكراء؟ اخي مش من حقك. نعرف على الزين بلي خلي تخليه ساكت. من حقك باش يعطيك دار ولا؟ تقعد يا اختاني يا عجبك. لا كان يقال تقول لي. يا تجبد لي هذا حدا تعمل لي. نحب نمشي مع الحق. تم سقاط تم سقاط يا عجبي. خلينا نضربش واحد يرزي في راسي في العين. سامحني. يفهم رواحه. سامحني يا نقار. يا عجبي بيناتنا خويا اني كلمت هالمراه. كلمي باباك، كلمي اخواتك. قد لا نخاف منها. كلمهم انت. سامحني يا نقار، انا مش قول خاطر خويا نغرى عليك. سامحك يا عجبي. حتى انت سكت يا نقار. قالوا لي. سكت له. شنو نعمل يا عجبي؟ بجاه ربي شنو نعمل يا عجبي؟ خلينا نعدي عمري في الحبس على جال واحد منهم يجي. لا 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 ما عرفتش شو نعمل، عندي حاجه في اللي عملتها. العنف لا، ما غير ضرب، ما غير ضرب، احنا ما قلناش انت تاخو حقك تحكي معاه. فاهم وش يفهموا يا عجمي؟ مين ما غير عنف ولا والو في الضرب. لا يا عجمي الضرب. طيب في الضرب خوك لا موجود. لا يا عجمي اختلفت واحده واحده. واحد عليه بشخبة على راسه. انت بعت لي تولي قضيه. قسما بالله انا عديت حياتي يزي مش فينيش. ما نحبش العنف. انا في الفينيش تاع حياتي. نعرف نعرف. كملها خويا عجمي انت في الفيني خليني نكمل حياتي مع مرايتي حتى في الكريار هذه. ما اسمع. تو نمشي نجبد لهم تو مش نجبد لهم. مش تمشي بصراحه يا عجمي. نقول له يا راهو الحكايه. اجبد له الموضوع. وماش نجبد انت. وما تقول لاخويا خويا اعطيني حق. لا اسمعني هو تو الصباح ما يجيش لحديك هو ما تلقاهش. صحيح. تمشي بعد اخوك تو نضي خوه ونركحوا امورنا. تعمل لها كعبه كعبه باش تتسرح يا نقار. تتسرح في الحديد. زعما؟ ايه في الضروريات راه الشراب. هذه امور ضروريه. صحيح صحيح. انا ما نقولش عليك راه نحشم منها. لازمني نتسرح. يا ودي اسمعني. الشراب يعطيك الشحنة ريتها طاقة. طاقة معنوية. على الأقل يخرجني حتى من الكريم. معناتها نعطيك الخطة كيفاش تبدا لك هذا باش تتسرح. أيه. ها مش نركحوا لها بوقنا. لحظة. واسمعني. نمشوا اللوز موجود. هذه يا عجمي. يا تو نعطيها خويا عايشك والله غير خذيتها حتى تعاد ناخذوا كعبة كعبة وخذها. باهي هاي. تفهم فيا. يا خويا. طيب ندخلوا بها عنف زاد انسى. لا لا اختنا من العنف هيا عجبي. كلم هذا قول له خويا اعطيني الرزق وكذا وها وخذ نتاعك واعطيني نتاعي. نعم. لا ما كانش لي 20 ألف دولار. لا زاد مانيش صالب زاد ما نطلبش عليك المكس انا واحد من الناس. انا عجبي تو خلص مني كعبتي. لا لا بسم الله. حط لنا بوقنا.